بسم الله، اهلا بيكم يا شباب في كورس السيارات الكهربية. الكورس ده مهم جدا يا اخوانا لكل الناس، مش لمهندسين الكهرباء بس، لان كل الفترة اللي جاية هتتكلم عن السيارات الكهربية وكل الناس هتضطر ان هي تتعامل مع السيارات الكهربية، هتركب السيارات الكهربية، هتشتري سيارات كهربية. طيب هتتكلم عن ايه بقى دكتور في السيارات الكهربية؟ هنتكلم عن كل شيء في السيارات الكهربية، اي حاجه في السيارات الكهربيه ان شاء الله، او في المركبات الكهربيه عشان ما نخصصش في السيارات، ممكن ناخد اتوبيسات، ممكن ناخد اي شيء الكتريك فيكلز، يعني مركبات كهربيه. طيب انا هبدا اتكلم اول حاجه في المركبات الكهربيه او السيارات الكهربيه عن المكون الجديد الرئيسي في السيارات الكهربيه اللي هو البطاريات او الباتريز. هنتكلم بالتفصيل عن كل انواع البطاريات بصفه عامه، وندي فكره عن انواع البطاريات وازاي بيتم عمليه تخزين الشحنات الكهربيه داخل البطاريات، وبعدين نبدا نتكلم عن البطاريات المستخدمه في السيارات الكهربيه اللي هي الليثيوم ايون باتريز، ونبدا ندخل ديبلي وناخد تفاصيل عن بطاريات السيارات الكهربيه الليثيوم ايون باتريز، وفيها تكنولوجيز كتيره جدا هنبدا نتكلم عن هذه التقنيات بالتفصيل، وايه هو اخر تطور في تقنيات البطاريات، وايه هي المصانع العالميه اللي بتستخدم او بتنتج تمام بطاريات ليثيوم ايون وبتبيعها للبراندات الكبيره اللي بتنتج السيارات الكهربيه. هنبدا نتعرف على كل شيء عن البطاريات. رقم 2 هنبدأ نتعرف على حاجة بيسموها الباتري مانجمنت سيستم، أو نظام التحكم أو الكنترول في البطاريات، نظام إدارة البطارية. يبقى أنا عشان أأمن البطارية وأطمن الناس من الأول إن البطارية معمول عليها احتياطات كتيرة جدا، بستخدم نظام الباتري مانجمنت سيستم، نظام إدارة البطارية. أتحكم في درجة حرارة البطارية، أتحكم في الجهد، أتحكم في التيار، وبحط سنسورز على البطاريات في أماكن معينة عشان أبدأ أتحكم في التمبريتشر والفولتج والكارنت بتاع البطارية. كل ما إن شاء الله هيبقى فيه جديد يوم بيوم، إن شاء الله يتصور فيديوهات وتترفع على المنصة على أساس يبقى فيه تحديث وتطوير بإذن الله مستمر على محتوى كورس السيارات الكهربية ومحطات الشحن. أشوفكم في كورسات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.